خلينا احنا لسه بنتكلم على المجال الصحي، وفي الحقيقة بعيدا عن ان ناس كتير اعتبرت ان خلاص ما عادش في كورونا، مع ان من اول ما كورونا ظهرت ودايما بيتم تأكيد ان هي مش هتنتهي، ممكن ان هي تخف، ممكن ان احنا نبدأ نتعامل معاها، ممكن نعتبرها زي فيروس الانفلونزا، لكنها ستبقى باقية. طيب دلوقتي منظمة الصحة العالمية بتقول إنها بتتوقع مستويات مرتفعة من إصابات كورونا هذا الصيف في أوروبا، وكمان دعت لمراقبة الفيروس عن كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية 3 مرات منذ شهر. مدير الفرع الأوروبي في المنظمة قال مع قيام الدول في جميع أنحاء أوروبا برفع الإجراءات الاجتماعية التي كانت مفروضة، سينتشر الفيروس بمستويات عالية خلال الصيف. قال كمان أن الفيروس لن يختفي لمجرد توقف الدول عن مراقبته، وأنه لا يزال يصيب الأفراد ويستمر في التحول ولا يزال فتاك. أضاف كمان: نأمل أن تؤدي برامج التطعيم المكثفة التي طبقتها معظم الدول الأعضاء بالإضافة إلى الإصابات السابقة إلى تجنب أخطر العواقب التي رأيناها سابقا مع تفشي الجائحة. وأضاف: مع ذلك ما زالت توصياتنا سارية.